انا بالنسبه للمدرسه تاع مريخي السلامي بولاد سعيد حد سحاري، بالنسبه للنقائص راهي بالجمله فيما فيها العمال، عندنا زوج ماهمش واصلين في العمل تاعهم، بعد تاع التلاميذ على المدرسه راهي راه معاد بزاف، ما كاش النقل حتى 4 كيلو 3 كيلو يجو يمشوا على كل واحد وكيفاه، الوسائل كاين اللي يقدر يجيب ولادو، اللي عنده كاين اللي يجي يمشي، اغلبيه يجو يمشوا مع جاي الفصل الشتاء هذا والطرقات جي سما ما يقدروش، كانوا وين ساعات تقيبوا من هذا السبب تاع النقل. بالنسبه للمطعم ما عندناش مطعم هنايا، عندنا قسم راه قديم ودايرين ودركي الاخر، بصح ما لحد الان في هذه السنه مازال ما عنده لا الخدام تاعو، اجهزه قديمه بالنسبه للمقاعد مكسره. مشكل اخر وهو قاروره الغاز، عندها مده عام ونصف المكان تاعها مجهز، ولكن للاسف السقوط في الرياح نحن يستعملون المدفئات تاع كما يقولوا بالمازوت، فهمت، بالمازوت، نهار كاين مازوت نهار ما كانش، نهار يمشوا الفرنوات نهار ما يمشوش، القرعه تاع الغاز قلت لك ما كانش، خادمينها كلش وعدونا بها، جا سيد الولي هنايا عنده مده عام جا هنا وعدنا بها، الولي السابق جا هنا قال بلي راهي كاينه وقدرنا وهضر مع رئيس البلديه وقال له واش كاين، ومن بعد هنايا الصلاصي تاعها كاينه على اساس بلي راهي راكبه من فات ما كاين والو، واليوم اضطرينا بلي نوقفوا ولادنا على بالك منطقه كبيره ما خليناش ولادنا يضيعوا احنا فيها هنايا، فهمت، احنا جينا فصل الشتاء قلت لك ما عدمش. انا عندي 3 اولاد يقراو بعيد عليا ما تصاب 3 كيلو النقل ما كانش، باه لحق من المدرسه هنايا وقت الشتاء بزاف، طالب في والي ولايه يجي يشوف يدخل المدرسه هذه يشوف هنا المعلمين ما عدناش بزاف صوالح خاصين. فين قدام المؤسسه هذه قدام المدرسه هذه راه مسكرينها وما يهديناش ولادنا يدخلوا، المشكل مشاكل، عندنا مشكل في الطريق رانا نعانوا منها بزاف، نعانوا منها المواطنين وكذلك المعلمين وكان جات الطريق كاينه وراه يجوا في اي وقت وما يتاخروش. اليوم راه المشكل وعجانا السيد الوالي هنايا ووعدنا بالطريق باش تجي، لعد الساعه رانا في عام ما شفنا والو. كذلك بالنسبه للمدير، المدير المدرسه هذه راه ما عندهاش مدير لحد الساعه، راه ما كان والو. المدير ثاني كذلك راه يعود عنده دور لازم يهدر ولازم كذا، راه ما كانش لا مدير ما مش نقل، رانا نروحو نمشو ونجو نمشو، وخاصنا ثاني المطعم، خاصنا النقل المدرسي نجو نمشو ونروحو نمشو العشية، وخاصنا المطعم نمشو نجو نمشو، النقل ما كانش وعادني ما كانش، المطعم يقف كانش النواف تاع الزجاج مكسرة، ما كانش المدير ما كانش المعلمين لا يوجد شيء. بالنسبه للقرعه تاع الغاز راك تشوف فيها المكان تاعو مخدوم، الستالاسيو الداخل راهي مخدومه ولحد الساعه ما كانش، شوف الطواقي قاع مكسرين، الريح يدخل للذراري كان واقف قبار، نقوى الصباح نلقاو عشيه نقوى احنا ذا العمار ما كانش، شوف الطاقه هاي بالك رانا مسكرينها بصبوره اللي نورمال من المفروض البلديه في بدايه السنه ديما الترميم هذا تتفقد المؤسسات هذه. بالنسبه للمدرسه هذه راها اقدم مدرسه راها مفتوحه من 73، نجو من مدرسة مريخ السلامي، رانا نمشو هنايا و جاينا دوكا الشتاء والبرد رانا ما طيقوش نمشو، وكيصب المطر نلقاو القرقة بزاف. نجو من المدرسة هذي كان نجو نمشو و نروحو نمشو و راه السخانة علينا و رانا ما نطيقوش، رانا نروحو نمشو و نجو نمشو السخانة علينا و راه جاي الشتاء البرد. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.